ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم تسليط الضوء الفقرة الثانية، واسمحوا لي أبدأ فقرتي الثانية بالمداخلة التليفونية مع الكاتب الصحفي محمود كمال رئيس تحرير جريدة سكاي نيوز المصرية. معانا هاتفيا المداخلة. ألو، السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ محمود. الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية المصرية على توجيهها ضربات للعناصر والجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال القبض على سيد السويركي رئيس مجلس إدارة التوحيد والنور، وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة، لأن التحقيقات أثبتت أنهم على علاقات مشبوهة لتمويل العناصر الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية. وكان من ضمن العناصر ديت مجدي أحمد حسن عبد العال اللي على علاقة بخيرة الشاطر وعلى علاقة بصفوان ثابت وسيد السويركي. طبعا دي ضربة أمنية تصدت لمخططاتهم لنشر الإرهاب والتطرف في مصر. هما تم القبض عليهم يا فندم، صح؟ تم القبض عليهم. تم القبض على أيوه يا فندم، سيد رجب السويركي وصفوان ثابت، والجهات الأمنية تحقق الآن مع مجدي أحمد حسن عبد العال. هذا أحد أهم أحصنة الرواد لجماعة الإخوان الإرهابية، واللي هو شريك سيد السويركي وشريك صفوان ثابت وشريك خيرة الشاطر وبناته، ودلوقتي هو بيتحقق معاه. لأن ثبت يا فندم الكلام ده؟ هل الكلام ده ثبت؟ طبعا يا فندم، ومنشور في وسائل أكثر من وسائل الإعلام. تمام. وعايز أقول لحضرتك كمان إن وسائل الإعلام والاتحاد أكدت إن مجدي عبد العال وبناته على علاقة بخيرة الشاطر وأسرته، والموضوع قيد التحقيقات الآن. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الدولة المصرية فوق الجميع، لأن دولتنا دولة مؤسسات، وبقرر شكر للشرطة والأجهزة الأمنية المصرية. طبعا يا فندم أنا بشكر حضرتك على المداخلة الكريمة دي. شكرا لحضرتك الكاتب الصحفي أستاذ محمود كمال رئيس تحرير جريدة سكاي نيوز المصرية، شكرا للمداخلة التليفونية وشكرا لهذه المعلومات. ومصر فوق الجميع والقانون فوق الجميع، ولا يعلو أحد على مصر، وحفظها الله دائما. شكرا لهذه المداخلة. أرجع ليكم في فقرتي الثانية وأرحب بضيوفي في الأستوديو. معايا الحاجة سعدية عبد الله، أهلا بحضرتك. الله يخليك، نورتيني يا حاجة. وجودك يا حبيبتي. تسلمي يا رب، تسلمي. وبرحب برضو بالحاج سعيد الأنصاري، أهلا بحضرتك. أهلا بك. من سكان الحاجة سعدية عبد الله والحاج سعيد الأنصاري من سكان بير أم سلطان. وبرحب أيضا بالأستاذ حسين الأسيوطي محرر صحفي وعضو بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية. أهلا بحضرتك، نورتنا. أهلا بحضرتك يا حاجة. قولي لي إيه مشكلتك يا حاجة؟ حضرتك من سكان بير أم سلطان. كنت قاعدة في أوضة وصاحبي البيت طردني وضربني ورمي حاجتي في الشارع، وأنا بنام في الشارع دلوقتي. طردك وضربك؟ يعني تعدى عليك ضربك ورماكي في الشارع؟ وانا بنام في الشارع دلوقتي، تحت الكوبري شويه، في الجنينه شويه، مش لاقي حته انام فيه. حضرتك ما عندكيش اولاد زوج؟ لا، جوزي متوفي، ما عنديش، وكنت معايا عيله ماتت. ما حدش تدخل من السكان؟ لا 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 لا، ولا اي حد وقف لي. طب حضرتك عملت ايه لما تعدى عليكي بالضرب؟ ما عملتش حاجه، وقال لي الاجره هتزيد، قلت له ربنا يسهل، وانا باخد معاش ايه 300. بتاخدي معاشك 300 جنيه؟ 300 جنيه. قلت له بس باذن الله. بس ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ راح متخانق معايا، عبال ما رحت القسم كان رمالي حاجتي في الشارع، والقسم ما جابليش حقي. يعني انت تعدى عليكي وضربك وخد حاجتك؟ خد حاجتك ولا رماها لك برضه؟ رماها لي في الشارع. وحضرتك من ساعتها من ساعتها بقالي شهرين بنام في الشارع. شهرين حضرتك في الشارع؟ في الشارع. حضرتك عندك كام سنة؟ 50. ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. ده موضوع الحاجة سعدية عبد الله من احدى سكان بير أم سلطان، وللأسف برضو أصحاب الملك. يعني هل يعقل إن سيدة مسنة
انا عندي السن هنا 73 سنه، هي عفوا ممكن تكون اتلخبطت في السن. يتعدى عليها بالضرب، سيده مسنه يعني قد والدته، تمام، يتعدى عليها بالضرب ويرميها هي وحاجتها في الشارع في الجو اللي احنا فيه، في الشتاء اللي احنا فيه، هي وحاجتها علشان الايجار غلاه عليها. طب فين الرحمه؟ فين الرحمه؟ ما اكيد حضرتك عندك والدتك، عندك زوجتك، فكما تدين تدان. دايما بقولها وما زلت اكررها، الرفق بالكبار، الرفق بالكبار. مهما كنت في غنى ومهما كنت بصحه ومهما كنت ومهما كنت، هيجي عليك اليوم اللي هتكبر، هيجي عليك اليوم اللي عملت فيه حاجه وحشه هتطرد لك. ومهما كان معاك المال حاليا اللي انت بتتجر بيه في البشر، بكره هتلاقي نفسك بلا مال وبلا عمل وبلا مسكن. وكما تدين تدان، فرفقا. ونتمنى من الله ان حد يتبنى موضوع الحاجه سعديه عبد الله، سيده مسنه في الشارع، يا ناس في الشارع بقالها شهرين في منطقه بير ام سلطان. ان شاء الله يا رب يوصل صوتك، وحد ان شاء الله يتواصل مع حضرتك ومعانا، وتتحل المشكله ان شاء يا رب. الله يا رب. ربنا معاكي يا رب، يا ربنا معاكي يا امي. الحاجه سعيد الانصاري، عذرا الموضوع صعب جدا طبعا. صعب طبعا طبعا، ربنا يا رب يحفظها من كل سوء يا رب. حضرتك ايه المشكله بتاعت حضرتك يا استاذ يا حاج سعيد؟ حضرتي انا يعني المشكله اللي عندي مشكله عامه. يعني حضرتك في فيديوهات امام المدارس الزبالة في عهد كورونا. جملة صحيحة، الزبالة في عهد كورونا، طبعا. الزبالة في عهد كورونا. احنا مش منطقة بير ام سلطان، ده اسمها الحقيقي. لكن هي بئر الحرمان من الخدمات العامة. ده الاسم اللي انتوا كأهلها حاسينه. طبعا. بئر الحرمان. بئر الحرمان. تحولت منطقة بير ام سلطان بناء على احساس سكانها واهلها من بير ام سلطان الى بئر الحرمان. احنا معانا الصوره على الهوا، ده اللي حضرتك بتقوله طبعا. طبعا ده مجمع مدارس، مجمع في مدارس اطفالنا واولادنا واحفادنا. ده مجمع مدارس بالمنظر ده، منوره، بقت منوره الزباله، ودي عربيه الحي. ده دي اللي انت شايفاه ده شيء بسيط، دي عربيه الحي كمان شيء بسيط، يعني منظر زي ده وشيء انت بسيط، انت شايفاه حاليا شيء بسيط. واحنا في ظل انتخابات مجلس الشعب، انا بناشد يعني المحافظ والساده اللي هيبقوا اعضاء اللي ربنا هيوفقهم ان هم يهتموا بهذه لا انت حقك تناشدهم طبعا، وخصوصا اللي هيكسب ده حقك تناشده وتقول له. في ظل التطور الرهيب اللي بيعمله السيد رئيس الجمهوريه، نشكره عليه الاول طبعا، مبدئا طبعا الراجل ده شغال بانجاز لا يسبق العقل التفكير فيه. صحيح. في ظل كل هذه المجهودات نرى مجمع مدارس في مزبلة التاريخ، صعب جدا، شيء صعب، مهين للبشر طبعا. في ظل الظروف اللي الدولة فيها وعهد كورونا، المفروض يعني احنا بنحتوي المناطق الشعبية وبنطورها. احنا معانا كمان يا حاج سيد، معانا فيديوهات على الهواء اهي. بص حضرتك من تقريبا، بص حضرتك بقى، بتيجي الزباله من المناطق الراقيه من منطقه المعادي تترمي كملقف في بئر ام سلطان، في ملاهي، ملاهي اطفال، دي ملاهي اطفال. لو عايز اللي خلاها اترمت في مدارس اطفال مش هتترمي في ملاهي اطفال. وده ملاهي، ده عاملين ايه ملاهي في الشارع، المنظر ملاهي في الشارع، ملاهي معموله في الشارع، ملاهي معموله في وسط الزباله. معلش توضيحا المدرسة يا استاذ حسين، المنطقه دي ايه؟ المكان ده ايه اللي فيه الزباله دي؟ بير ام سلطان، مجمع مدارس، منطقه بير ام سلطان، مجمع المدارس، ارض الجلشاني، مجمع المدارس، ارض الجلشاني دي، ارض الجلشاني دي كانوا هيخطفوها الاباطره بتوع الاراضي. وتصدى لهم الحاج كمال الانصاري رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، وعملها مجمع مدارس. المنظر مؤسف جدا، ده كميه زباله مهوله. يعني معنى كده ان الزباله بتاعت المنطقه والزباله الاخرى بتاعت المناطق التانية كمان بتترمي. أيوة. عليها. ما عندك راي يعني عربيه الحي جايبه زباله من بره بترمي عندنا. العربيه الكبيره. فشكل يعني في ظل جائحه كورونا التانية اللي احنا داخلين عليها او دخلنا بالفعل خلاص، صعبه فطبعًا. جدا جدا جدا. انا بناشد المحافظ ورئيس الحي وبناشد كل المسؤولين، كل اللي في قلبه رحمه بهذه المنطقة، لأنها بئر الحرمان
محرومه من اي خدمات. اكيد طبعا. سواء صحيه ما فيهاش مستشفى، سواء خدميه، الشوارع كلها مطبط، مجرد ما الدنيا تنطر الناس ما بتعرفش تمشي. انا يعني انا ايد كلامك ده واوصل صوتك مع قلبا وقالبا. بئر ام سلطان الذي لقب ببئر الحرمان من اهل بئر ام سلطان يرجى النظر اليه. استاذ حسين الاسيوطي، قولي بقى مشكله الخدمات الصحيه. طبعا احنا الزباله او القمامه خلاص اتكلمنا عنها ان هي صعبه جدا وشفناها كمان. ايه بقى موضوع الخدمات الصحيه؟ احنا عايزين صحه عندنا. عايزين يبقى لينا يعني رقابه، رقابه على كل شيء. رقابه يعني وزاره الصحه تشتغل على البياعين، ان يعني في عندنا اكل مصمم بيتباع، اكل مسلطن، الحاجات دي كلها ما فيش حد بيعدي علينا. وصول يبقى في رقابه على كل حاجه. طبعا احنا عايزين رقابه على بئر ام سلطان، رقابه كامله. تطالب برقابه على منطقه بئر ام سلطان، رقابه صحيه، رقابه للخدمات الصحيه. طيب وحاله التعليم؟ حاله التعليم عندنا يعني الاهالي كلها السنه دي بتصوت. ايه السبب؟ المدارس الخاصه جذر الناس، مش رحمه الناس حتى في المصاريف. العيل في سنه اولى 7500. طب طب معلش عفوا، خلي الخاصه للي عنده مقدره للخاصه. الحكوميه عندنا، الحكوميه ما بيعتبرش فيه تعليم حاليا. حضرتك احنا في حاله كورونا ده عندكم في مدارس بئر ام سلطان؟ ما هو انت شايفه المدارس قدامها ايه؟ مدارس مغلقه قدامها زباله بس. يا رب يوصل صوتكم يا رب. اناشد السيد رئيس الجمهوريه وسياده المحافظ ورئيس الحي يهتموا برفع القمامه من بئر ام سلطان. ان شاء الله ان شاء الله. نداء من الحاج سعيد الانصاري احدى سكان بئر ام سلطان، يستنجد بان حد ينقذهم في هذه الجائحه الثانيه من كورونا، وينقذهم من الزباله والقمامه اللي موجوده في كل حاجه. اتفضل. اسمحك في دقيقه واحده. اتفضل. يعني بالنسبه لبئر ام سلطان محرومه من كل حاجه، محرومه من الخدمات العامه كامله. احنا بنناشد الكل في ظل التطور الرهيب اللي بيعمله سياده الرئيس والتقدم اللي بقى لنا 30 سنه ما شفناهوش. اكيد في 5 6 سنين الراجل ده ربنا يرضيه من فضله ويحميه ويحفظه لمصر ويخليه للمصريين. وبناشده هو شخصيا. طيب انا معلش انا عايز اعرف، بما ان بنتكلم عن الخدمات، الغاز هل وصل هناك؟ اه وصل. طب الحمد لله. منطقه فيها غاز، بس المشكله مش في الغاز. لا هو انا بتكلم في نقط ان سياده الرئيس شايف دوره على اكمل وجه. لا انا مش لكن مش اللي تحت بقى او اللي هم قاعدين على الكراسي جديد لسه او لسه لما يكسبوا في الانتخابات، ارجو 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 من الناس اللي هتكسب في الانتخابات. بنناشد الناس اللي هتكسب في الانتخابات، ركزوا شويه وبصوا لمنطقه بئر ام سلطان، والناس اللي هتكسب في منطقه بئر ام سلطان والبساتين ركزوا شويه مع منطقه بئر ام سلطان وقوموا بدوركم على اكمل وجه، لان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا بيقوم بكل ما اوتى من قوه وكل ما بوسعه علشان احنا نعيش حياه كريمه. فارجو ان انتوا كمان تاخدوا الموعظه من القائد وتعملوا زيه، تدوروا على الناس اللي محتاجه وتدوروا على الخدمات دي وتعملوها، لان ده واجبكم وده عملكم اللي انتوا هتتسالوا عليه امام الله وامام الناس. استاذ حسين، انا سمعت ان في مشكله معاك في بئر ام سلطان، او بمعنى اصح انت قلت لي مشكلتك مع العرب. اه مشكله كبيره. ايه بقى الموضوع؟ لا بقى موضوع ان هم برضو عايزين موضوع المحلات وموضوع مشاكل جامده. نفس الحكايه موضوع نفس المحلات وطردك من المحل ونفس الموضوع. الحمد لله عملت بلاغاتي للاجهزه الامنيه ومشكله. توجهت الان الى الاجهزه الامنيه وبطلبها من العرب، انت عايز مني حاجه اعمل لي قانون زي ما بعمل قانوني، بس مش تعاملني بالسلاح ولا تعاملني بعافيه ولا تعاملني بعفراجه، لا عاملني بالقانون. انا بعاملك بالقانون، عاملني بالقانون، ليك عندي حاجه على القانون، هذا اللي انا طالبه.
يعني انت بتتكلم، الراجل بيتكلم بكل وضوح ورقي ان انت ليك حق عندي، اتجه الى القانون. انا ليا حق عندك، هتجه للقانون. وهو ده اللي المفروض كلنا نعمله، ان لو في حد ليه حق عند التاني يتجه الى القانون. القانون فوق الجميع، والقانون يحمي الجميع، وده الرقي اللي المفروض كلنا نتبعه، الاتجاه الصحيح للقانون، مش نعمل مشاكل مع بعض والتهديدات اللي بتحصل لك والمشاكل الكتير. تحب تقول ايه؟ قول يا رب. احلى كلمه بس، هو ما لناش غيره. احلى كلمه، كلنا ما لناش غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا ينصرك يا رب ومعاك. يعني اصول يبقى عندنا رحمه، عندنا ضمير، يعني عندك يعني ما بيرحموش حد. صاحب الملك قوي، ويا ريت وبطلبها من رئيس الجمهوريه يعمل قانون لصحبه الملك لينا احنا، يحمي الشعب من صاحب الملك. صاحب الملك ما بيرحمش اي حد، ثانيه والتانيه بيرمي عفشك في الشارع، روح اشتكيني، انا قانون العادي معاه مشهر شهر بشهره. انت مش مقيم عندي، لوكاندا السكن بقى، لوكاندا عندنا في بيرو سلطان شهر بشهره. اذا كان الجشع تحول الى سيده مسنه تبلغ من العمر 73 سنه، ان هي يعني يتهجم عليها ويضربها ويرميها في الشارع، سيده مسنه مرميه في الشارع في جائحه كورونا، في الجو اللي احنا فيه في دخول فصل الشتاء، وكلنا عارفين يعني ايه برد ويعني ايه شتاء، فهل يعقل؟ وعندك برضو الاخت نجاح برضو اترمت في الشارع. طبعا يعني عندي، يعني في حالات فعلا قانون الموت ده دايس على ناس كتير. اتمنى من الله ان ينظر مره اخرى في بند قانون عقد الايجار، ويبقى ليه زي ما هو ليه حاجات مفيده لصاحب الملك، يكون ليه حاجات مفيدة للي ساكن أو المستأجر، عشان يبقى فيه رحمة. وياريت يبقى فيه قانون معين لكبار السن، لكبار السن، ويبقى ليهم أماكن معينة يقعدوا فيها، ويبقى ليهم رحمة ورفق. لأن هيعملوا إيه؟ مش شاب لسه صغير هنقوله لا اجتهد واشتغل وسعى عشان تقدر تكفي وتوفي. طبعا هنقول كده لو شاب، لكن ست مسنة هتعمل إيه؟ هتروح فين؟ كان الله فعونا الجميع يا رب. واتمنى يوصل صوت حضرتك يا حاجه، شرفتيني ونورتيني. الله يخليك. واتمنى الله يوصل صوتك ان شاء الله. الله ان شاء الله. الله ونتواصل معاكي باذن الله، وتكوني في مكان صح وامان ليكي. وبشكر حضرتك. انا اللي بشكرك، وبشكر الظروف اللي جمعتني بيكم. ومعلش ليا نداء للسيد رئيس الجمهوريه بتفعيل دور المحليات عشان الخدمات العامه، تفعيل دور المحليات عشان الخدمات العامه. انا عارف ان هو بيبذل مجهود فوق طاقته، فوق طاقه البشر. انا رسالتك وصلت، واكيد وان شاء الله ان شاء الله ده هيوصل، وباذن الله يكون في موقف مشرف في الموضوع ده باذن الله. شرفتني ونورتني الحاج سعيد الانصاري، وشرفتني وانت دايما مشرفنا استاذ حسين الاسيوطي، وان شاء الله ربنا معاك ومع الحق. مشاهدينا الاعزاء الكرام، اسمحوا لي قبل ما اختم ان انا اهني جمهور النادي الاهلي، واهني فريق النادي الاهلي، واهني المحترم قائد النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، على فوزه وفوزنا جميعا بمباراه الاهلي. وكما ادعو بالشفاء، يا رب يا رب يشفيه ويقوم بألف سلامة ويتم شفاه على خير، كابتن مؤمن زكريا الرجل المحترم، وتحية لي وتحية لزوجته المحترمة. ويا رب دايما الأهلي في المقدمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، أتمنى نكون أسعدناكم النهاردة، وصلنا المعلومة صدقة كاملة. وانتظرونا في كل ما هو جديد وهادف وهام في برنامجكم تسليط الضوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.